دعاؤه عليه السلام في الصلاة على آدم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وآدم بديع فطرتك وأول معترف من الطين بربوبيتك وبدر حجتك على عبادك وبريتك والدليل على الاستجارة بعفوك من عقوبتك والناهج سبل توبتك والموسل بين الخلق وبين معرفتك والذي لقنته ما رضيت به عنه بمنك عليه ورحمتك والمنيب الذي لم يصر على معصيتك وسابق المتذللين بحلق رأسه في حرمك والمتوسل بعد المعصية بالطاعة إلى عفوك وأبو الأنبياء الذين أوذوا في جنبك وأكثر سكان الأرض سعيا في طاعتك فصل عليه أنت يا رحمن وملائكتك وسكان سماواتك وأرضك كما عظم حرماتك ودلنا على سبيل مرضاتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.